الرئيس الأمريكي جو بايدن. وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، أعلن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية العام، لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد، مؤكدا مواصلة تعاونهم ضد الإرهاب في المرحلة الجديدة. وتضع هذه الخطوة نهاية رسمية للمهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق، لكنها لا ترتقي إلى إعلان انسحاب هذه القوات بشكل كامل. مع قرب موعد الانتخابات العراقية والتي تشهد ركودا في أجوائها، وتزامنا مع تصعيد عسكري ضد الوجود الأمريكي من قبل فصائل مسلحة في العراق، فضلا عن تصاعد دوامة الجدل الداخلي الذي يتفاعل مع تصريحات القادة السياسيين تجاه وجود القوات الأمريكية في البلاد، واشنطن تعلن نهاية مهام قواتها القتالية في العراق. الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، أعلن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية العام، لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد، مؤكدا مواصلة تعاونهم ضد الإرهاب في المرحلة الجديدة. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن الطرفين تناولا مختلف جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية. وشهد اللقاء وفقا للبيان تأكيد الطرفين على انتقال العلاقة الأمنية بينهما إلى مهام الاستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية. كما تطرق لدعم الولايات المتحدة للعراق على مسار إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 تشرين الأول المقبل. من جانبه أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجوب وقف العمل العسكري ضد القوات الأمريكية بعد تحقيق شروط انسحابها من العراق. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أرحب بضيوفي حلقة الليلة، معي من بغداد الأستاذ كاظم الحاج أكاديمي وباحث سياسي، ومن الرياض دكتور شاهر النهاري كاتب ومحلل سياسي، ومن عمان دكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. أستاذ كاظم، لو أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك، حقيقة نتساءل الآن بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية، ما المتوقع؟ ما هي الخطوة المقبلة؟ إلى أين سيمضي المشهد العراقي في هذه الجزئية على وجه الخصوص؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ وعد ولضيوفك الكرام وكادر ومشاهدي فضائية اليوم. أهلا بك. ابتداء سيد الفاضل، المشهد العراقي منقسم حقيقة منذ البداية على طبيعة تواجد هذه القوات ووقفها الوظيفي وأدائها التي تقوم بها على الأرض العراقية. أغلبية الشعب العراقي تنظر لهذه القوات على أنها قوات محتلة نتيجة الجرائم التي قامت بها في مختلف مناطق الدولة العراقية، ربما أهمها جريمة المطار، وأيضا الجريمة الأخيرة التي استهدفت فيها الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. وبالتالي نتيجة هذا الانقسام كان هناك قرار برلماني من البرلمان العراقي بإلزام الحكومة العراقية في حينها حكومة عادل عبد المهدي والآن حكومة السيد الكاظمي بضرورة إخراج هذه القوات. وأيضا هناك مظاهرة مليونية هي الأكبر في تاريخ العراق فيما يخص هذا التواجد على الأراضي العراقية. بعد ما تم يوم أمس في واشنطن لم يتغير شيء جديد حقيقة، خصوصا أن الأمريكي كان أوضح من العراقي في التعبير عما يريده على الأرض العراقية عندما قال بايدن أن إنهاء المهام القتالية وليس سحب القوات القتالية، وبالتالي العنوان واضح وصريح أن مسألة القوات التي كانت هي بالأصل كانت قوات قتالية، الخطوة التي المفروض أن تتخذها واشنطن هو إنهاء المهام القتالية لهذه القوات ومن ثم تحويلها إلى قوات تدريب واستشارة. وهنا علامة استفهام كبيرة جدا حقيقة، كيف تكون القوات القتالية في نفس الوقت هي قوات تدريب واستشارة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، نحن كعراقيين وكمسؤولين في الدولة العراقية، أقصد المسؤول في الدولة العراقية،
لا يعلمون حجم وعدد وعديد هذه القوات على الأرض العراقية. والرقم 2500 قدر إلينا الداخل العراقي من قبل الأمريكان. نعلم جيدا طبيعة القواعد الثابتة والمتحركة، وأيضا طبيعة التنقل ما بين العراق وسوريا وما بين العراق والأردن في طبيعة التنقل للقوات الأمريكية. بالتالي سيد الفاضل، طبيعة المشهد العراقي في هذه الظروف، هذا الموقف الشعبي والرسمي. أما ما يخص فصائل المقاومة الإسلامية، أيضا بيان الهيئة التنسيقية أثناء ما يسمى بالحوار الاستراتيجي ما بين العراق وأمريكا كان واضحا بأنه لابد أن تنسحب القوات الأمريكية بغض النظر عن المسمى والصفة والوظيفة التي تقوم بها، سواء كانت قوات قتالية أو قوات تدريب واستشارة. طيب يعني كلامك يلخص سؤال أستاذ كاظم، أنا لا أريد أطيل أكثر على ضيوف، ولكن يعني طرحك أريد استثمار كل كلمة حضرتك تتفضل بها. يعني بفهم من كلامك أنه بصريح العبارة لا يوجد انسحاب، وأن كانت النية كذلك، ما دور هذه الفصائل التي أسميتها حضرتك بالمقاومة؟ هل ستأخذ موقف تصعيدي أكبر، أم سيكون هناك شيء دبلوماسي أو حلقة وصل دبلوماسية؟ بدقيقة حتى أذهب للدكتور شاهر. بدقيقة أستاذ وعد، أولا قبل 3 أيام من هذا اليوم كان هناك تصريح للمتحدث باسم البنتاغون بأنه هذه القوات لن تنسحب. هناك تسريبات لقادة في الجيش الأمريكي متقاعدون للواشنطن بوست ونيويورك تايمز وبوليتيك، وأيضا لجريدة مجلة UBI الأوروبية، كلها تؤكد أن هذه القوات لن تنسحب من الأرض العراقية، فضلا عن التصريحات السابقة لكينث ماكنزي التي تتطابق مع هذا الأمر، فضلا عن أن البيان الختامي الذي صدر في واشنطن يوم أمس لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد ولو بمفردة واحدة فيما يخص الانسحاب. بالتالي فصائل المقاومة الإسلامية لحد الآن هي ثابتة على موقفها في مسألة مواجهة هذه القوات. اليوم هناك مساء اليوم هناك تصريحة أبو علي العسكري، وهو المسؤول الأمني أو المسؤول العسكري لكتائب حزب الله، قال نحن يعني سنناقش مع الأخوة وبقية الفصائل وسنتخذ القرار الشجاع فيما يخص تواجد هذه القوات. وأعتقد أن البرلمان الآن يعني أوضح صورته لنتيجة هذه المفاوضات على أنها لم تأتي بشيء جديد. بالتالي إجابة على سؤالك وباختصار، موقف الفصائل لا زال ثابت في مسألة مواجهة هذه القوات. تصعيد، إذن النية هي نية تصعيد. أستاذ أو دكتور شاهر، يعني بعد هذا الطرح أيضا ألقي عليك هذا السؤال، ماذا يعني الانسحاب الأمريكي من العراق في هذه الفترة الراهنة، في ظل أيضا النبرة الحادة والعالية للفصائل العراقية التي تطالب بضرورة خروج أو إخراج القوات الأمريكية من الداخل العراقي؟ مساء الخير عليك وعلى الضيوف الكرام. أنا أريد أن أقسم الموضوع إلى جزئين. الجزء الأمريكي، أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية معروفة وأنها لم تنسحب في يوم من الأيام من بلد إلا وهو خراب ودمار، وهذا ما سيحدث في العراق. يعني ورأينا ما يحدث في أفغانستان قبل عدة يعني أيام، حيث خرجوا منها ولم يخرجوا، ووجدنا أن الدمار والخراب والفوضى تعود مرة أخرى بعد 20 سنة في أفغانستان وكأن شيئا لم يكن. كان تواجد القوات الأمريكية في العراق لضبط ما يحدث في الداخل العراقي وتدريب الجيش وأعطائهم القدرات على أن يواجهوا داعش وغيرها، ولكن هذا لم يكن يحدث. وأمريكا سياستها لا تريد أن تقوي الجهة التي يعني تقف معها في نفس البلد، ولكنها تستخدم هذا البلد من أجل أشياء سياسية أخرى. أنا أعتقد أن وجود القوات الأمريكية في الفآونة الأخيرة بالذات في العراق لم يكن إلا لمقاومة وصد
ضد الإيرانيين الذين استطاعوا أن يهيمنوا على الوطن العراقي وأن ينشروا من قال عنهم الفصائل الإسلامية وهم يعني الميليشيات العسكرية التي تدين لإيران. لذلك من الصعب جدا أن يخرج أو تخرج القوات المسلحة الأمريكية من العراق في مثل هذا الوقت، وإلا فالبلد أصبح محتلا 100% يعني من قبل إيران. لذلك سيبقى قليل منهم لمحاولة إعطاء الصلاحية يعني الإمكانية للوجود في أي وقت من خلال طائرات مسيرة، من خلال يعني صواريخ، من خلال غيرها، لمحاولة إعادة الوضع إلى الوضع القريب من الطبيعي وليس الطبيعي. السياسة الأمريكية لا يمكن أن تتمنى أن يحدث أمر طبيعي في أي بلد هي يعني تقوم باحتلاله، هي تريد أن تديم الفوضى لأن ذلك مصلحة لها، مصلحة تستمر طوال السنوات التي يعني تتواجد فيها قواتها في البلد. ما حدث من الميليشيات العراقية الإيرانية هذه أنها ضايقت القوات الأمريكية في الفترة الماضية، ورأينا هذه الهجوم أو الهجمات على السفارة وعلى القواعد وعلى غيرها. لذلك فهي تريد أن تقلل من تواجدها، ولكنها لا يمكن أن تسلم البلد كاملا لإيران، وفي نفس الوقت ستحضر على يعني أوقات معينة بأشكال معينة لتكون يعني دائما حاضرة أمام القوات الإيرانية التي تحاول هي الأخرى إزاحة أمريكا ليس لعيون العراقيين، ولكنها تريد أن تسيطر أكثر على البلد وتهيمن عليه بالكامل. دكتور غازي، حقيقة كنت ناوي أسألك عن مستقبل وآفاق الانسحاب الأمريكي، لكن بعد طرح الأستاذ غازي والدكتور شاهر لابد أن أسألك عن تحديات تحقيق هذا الأمر في الداخل العراقي، ما هي؟ شكرا جزيلا وتحية لضيفيك الكرام. أنا أتفق مع ما تفضل به الدكتور الشهري تماما، وأستخلص أو أستنطق من وجهة نظر مسألة أعتقدها مهمة في موضوع الانسحاب الأمريكي أو الوجود الأمريكي في العراق أو بالشرق الأوسط عموما والخليج. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث دائما عن وجود تحديات، التحدي الأكبر بالنسبة لواشنطن هو إيران، وأمريكا تعتبر إيران هي الدولة الإرهابية الأولى الراعية للإرهاب والمنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. إذن هناك نوع من العداء المتبادل المترسخ والمتجذر بين واشنطن وطهران، بين واشنطن الإمبريالية الشيطان الأكبر وولاية الفقيه في طهران. أنا أعتقد العقدة الحقيقية في الوجود الأمريكي وفي الاستراتيجية الأمريكية تتمثل بهذه المشكلة، بهذه الأشكالية. أيضا في العراق وفي المنطقة عموما دولة الخلافة الإرهابية داعش أيضا تشكل تهديد أمني خطير للمنطقة وأيضا للمصالح الأمريكية، إضافة للتفاصيل المصالح الأخرى التجارية غيرها، الأمن، القواعد وما يتعلق بهذا الوجود الأمريكي. وأذكر أن منذ عقيدة كارتر عام 79 أمريكا تعتبر الخليج العربي والشرق الأوسط مجال حيوي وجزء من الأمن القومي الأمريكي، وأي اعتداء على أمن الخليج والشرق الأوسط يعتبر اعتداء وتهديد إلى الأمن القومي الأمريكي. طيب بفهم كلامك دكتور غازي، هي ليس في العراق. نعم، يعني في هذه، في ظل هذه الاستراتيجية إذن لابد أن نتقمص آراء الشارع كما يقال أو المواطنين العراقيين. إذن ماذا عن سيادة الدول؟ هناك شريحة كبيرة من العراقيين يطالبون بضرورة إخراج كل القوات منها التركية والأمريكية. في ظل هذا الأمر معناته مسألة الخروج أو الانسحاب هي مسألة بعيدة المنال في هذا الوقت الراهن على أقل تقدير. نعم، أتفق معك تماما. الانسحاب الأمريكي بالمعنى اللي نفترضه أو نتخيله ضمن إطار الحفاظ على السيادة العراقية لن يحصل من وجهة نظري إلا بعد حسم مسألة الصراع الأمريكي الإيراني
في المنطقة. يعني اليوم التصريحات واضحة اللي تصدر عن طهران، اللي تصدر عن السيد خامنئي، هناك مواجهة مستمرة، هناك أنشطة عسكرية باليمن، في لبنان، في سوريا، هناك مواجهة حقيقية عسكرية يومية بين استراتيجية إيران لمواجهة الشيطان الأكبر وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك مصالح متصارعة، مصالح متقاطعة. على هذا الأساس الحرب مستمرة، الحرب مستمرة بأشكال مختلفة، ووحدة من أشكال الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة هي التنظيمات العسكرية المسلحة الولائية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الموجودة في العراق وفي سوريا. يعني لا مناص من استمرار هذه الحرب، وهذه الحرب ستستمر حتى نصل إلى منتصر في هذه الحرب. يعني أنا أعتقد لن تحل مشاكل المنطقة وأزماتها من اليمن وحتى لبنان والعراق بدون حل مشكلة إيران والعلاقة مع إيران والأهداف الإيرانية. أما من خلال صفقات بين أمريكا وبين طهران، وهذا صعب ومعقد، أو صفقات بين أوروبا عبر أيضا التوافق الأمريكي في مسألة الملف النووي، في مسألة الصواريخ الفلسطينية، في مسألة دعم المنظمات الإرهابية كما تحدد الولايات المتحدة الأمريكية، مسألة الطائرات المسيرة، كل هذا يشكل اليوم عقدة أساسية في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط والخليج العربي. بدون حل مشكلة إيران اللي هي مستمرة اليوم كسياسة وكاستراتيجية ضمن إطار عقيدة دينية ومذهبية لولاية الفقيه في المواجهة مع إيران، في المواجهة مع دول المنطقة، يعني لا يمكن الذهاب إلى سلم حقيقي أو أمن حقيقي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. هالسبب أنا أعتقد يعني مسألة وجود القوات الأمريكية اليوم في العراق، نعم هو يشكل انتهاك، يشكل يعني انتهاك للسيادة، للاستقلال إلى آخره، لكن في نفس الوقت هناك ذرائع أمريكية هي تعتبر منطقية من وجهة نظر أمريكية، وهناك ذرائع إيرانية. يعني عندما يتحدث السيد خامنئي ويقول أن المقاومة العراقية مستمرة في شن هجمات على القوات الأمريكية، ونعرف تماما أن هذه المقاومة الإسلامية هي مرتبطة ب أو تحت قيادة المقاومة الإسلامية العالمية للسيد خامنئي. أيضا اليوم قاعني في بغداد في زيارة سرية كما تناقلت وكالات الأنباء والأخبار الصحفية. يعني المشكلة هي ليست بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما هي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، هذا التناقض العقائدي الاستراتيجي السياسي. خليني أشوف الأستاذ كاظم إلى أي مدى يتفق مع هذا الطرح. أستاذ كاظم، هل بالفعل المعضلة الأساسية والعائق الأكبر هو التدخل الإيراني في الشأن العراقي أم ماذا؟ يعني أنا أدعو الضيفين الكريمين حقيقة أن يحدثوا معلوماتهم وبياناتهم، ومسألة الميليشيات والارتباط بإيران هذا أمر يعني عفى عليه الزمن وأصبح لا يجدي نفعا بالنسبة للشارع العراقي والشعب العراقي. هذه فصائل عراقية وقصها واضح، هويتها الوطنية واضحة. نعم هي تقلد السيد الخامنئي بعضها طبعا وليست كلها، بعضها يقلد السيد الخامنئي وهذا وفق يعني المذهب الشيعي الاثني عشري لا إشكال عليه، ونحن في مسألة التقليد لا توجد حدود أو غيرها من الأمور الأخرى. هذا من جانب. من جانب آخر مسألة إزاحة الإيرانيين وإزاحة إيران أو الإيرانيين لأمريكا على الأرض العراقية، أعتقد أن هناك تجني على إيران باعتبار أن الرئيس الأمريكي السابق قال ومن قاعدة عين الأسد أن هذه القوات موجودة لي التجسس على إيران وعلى سوريا، وبالتالي هذا تصريح صريح وواضح من قبل الرئيس الأمريكي. وهنا إذا كنا نبحث عن الموضوعية والحيادية والمنطقية وبشيء يقبله المشاهد، لأن المشاهد الآن ذكي ويتابع وهو يقاطع ما بين الفضائيات التي يسمعها وما بين خزينه يعني من ضمن هذه الأخبار والتحليلات. لذلك مسألة تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية ليس ارتباطا بإيران أو أن هناك يعني مجموعات عراقية تدين بالولاء لإيران، وإنما هدف استراتيجي من ضمن 6 أهداف استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بالتواجد على الأرض العراقية. هذا واحد. 2،
مسألة يعني تصريحات السيد الخامنائي عزه الله وأدام في عمره يعني واضحة وصريحة. الخطاب الأخير في مناسبة موسم الحج قال بالحرف الواحد، وهو هناك من يقلده على مستوى هذه الفصائل، قال بالحرف الواحد إن هذه الفصائل عراقية وربطها بإيران إهانة لها، هذا نص الكلام للسيد الخامنائي، وربطها بإيران هذه إهانة لها، بمعنى أنه يعني مسألة أي ارتباط أو علاقة ما بين أمريكا وما بين إيران في مسألة الملف النووي لا يمكن أن تؤثر على موقف وطبيعة عقيدة هذه الفصائل العراقية، خصوصا أن هذه الفصائل صرحت وبصريح العبارة أيام المفاوضات قبل شهر تقريبا أو شهرين أن أي اتفاق أو عدم اتفاق ما بين إيران وما بين أمريكا في مسألة الاتفاق النووي لن يؤثر بموقفها وعقيدتها في مسألة مواجهة القوات الأمريكية المحتلة على الأراضي العراقية. أضف إلى ذلك لا يحق لكائنا من كان، لا يحق لكائنا من كان أن يسلب الصفة العراقية أو الهوية الوطنية العراقية عن عراقي وهو أولا ليس بعراقي، وإذا كان عراقي فهو خارج الحدود. هذا الخطاب من يسمي فصائل المقاومة العراقية بالميليشيات فهو أما من قوارض حزب البعث المنتهية أو داعشي إرهابي أو ينظر للعراقيين بنظر عقائدية، وهذا الأمر هو الذي تسبب بكل الكوارث التي مر بها العراق منذ عام 2003 إلى الآن. لذلك مسألة التقليد لا تجيز للآخرين أن يطلقوا على العراقيين على أنهم إيرانيين. الدماء التي سالت على العراق في مواجهة داعش دماء عراقية والشهداء عراقيون، وهذه محافظات الوسط والجنوب من يريد أن يتأكد أن هؤلاء عراقيون سيجد لافتاتهم وصورهم موجودة في هذه المحافظات ومنتشرة بصورة كبيرة جدا. لذلك من يحترم نفسه ويتحدث بموضوعية عليه أن يتجاوز أو أن لا يتحدث بمثل هذه الألفاظ، لأنها تضعه في موقف هو ليس أهلا له، وهذا الموقف يضعه في مسألة أنه يصف شخصية بالوطنية وشخصية بالتابعة وشخصية بالإرهابية وشخصية بالميليشياوية وهو ليس بعراقي أصلا، يعني هو ليس بعراقي أصلا، وإذا كان عراقيا فهو كما وصفته أما من قوارض حزب البعث أو إرهابي داعشي أو في قلبه مرض. دكتور شاهر، مسألة الأجندات، هناك من وصف الأجندات التي طار بها السيد الكاظمي إلى واشنطن بالثقيلة، هل بالفعل هي ثقيلة لدرجة أنه تم وضع داعش وإيران ومسألة الخروج الأمريكي في سلة واحدة وفي خانة واحدة؟ يعني بشكل آخر، بجملة أخرى، هناك من يقول بأنه على رأس التحديات الكبرى للعراق والسيد الكاظمي هي مسألة وجود داعش وبقائه في مساحات شاسعة في الداخل العراقي. دعني في الأول أجيب على ضيفك من بغداد، والذي حقيقة ذكر أن بيننا ويقصد الدكتور فيصل بالقوارض، وهذا كنت أتوقع يا أخي وعد أن تكون أنت من يوقفه عن هذا الكلام الذي لا يصح أن يقال في قناة محترم. هو لم يقصد دكتور غازي. يا دكتور علمت أن أقصد الدكتور فيصل. نعم، هذا خطاب، هذا الأسلوب الذي بس دقيقة دعني أتكلم. نعم أستاذ كاظم، أستاذ كاظم يعني دكتور شاهر، نعم دكتور شاهر، أستاذ كاظم، يا دكتور شاهر أتمنى الهدوء. نعم، دعنا نوضح نقطة هنا دكتور شاهر. سيثار نعم. هذا الموضوع الذي عثى عليه الدهر تأتي لتثيره في نقاش يحدث اليوم، هذا غير مقبول أبدا، ولا بد من الكلام بعقلانية. نحن يا دكتور شاهر، يا دكتور شاهر أستاذ كاظم ودكتور غازي، يعني نحن نحاول أن نبعد قدر المستطاع من حالة التناحر الإعلامي إن صحت التسمية هنا على المنابر، منابر الفضائيات. يعني يكفي المنطقة
بما فيها من مآسي. أتمنى منك أستاذ كاظم، أنا فهمت أنه الموضوع هو خارج عن مسألة الضيوف اللي في الحلقة، هو يتحدث بشكل آخر عن كل من يتم وصف. لا لا لا، بس خلينا نسمع الأستاذ كاظم، إذا هو قصد أي ضيف مطالب بالاعتذار. أنا خليني استوضح منه، هو الذي يجيده في إثارة الفتنة بين العراقيين، هو هذا الدور ممتع يعني، يجيده بامتياز حقيقة يعني. إيه أنت ما قصدت أحد الضيوف أم ماذا أستاذ كاظم؟ أنا قصدت كل من يسمي العراقيين بالتابعين لإيران أو بالميليشيات أو بأي مسمى آخر، هو واحد من ثلاثة، أما من قوارض حزب البعث أو إرهابي داعشي أو أنه ينظر للعراقيين بنظرة طائفية وفي قلبه مرض. نعم، لا يوجد أحد من الضيوف. أنت لم تقصد ضيوف الحلقة حتى تكون الصورة واضحة لباقي الضيوف أيضا. لا لا لا، أنا واضح وصريح في كلام أستاذ وعد. يعني ما قصدت الضيوف. نعم، أنت لم تقصد الضيوف. نعم أستاذ وعد، أنا لا أقصد الضيوف، أنا طيب. أقصد كل نعم. كل شخصية تظهر على الشاشة أو على مواقع التواصل وتعطي لنفسها حق سحب الوطنية من العراقيين، فهو أما داعشي طيب. أو قوارض أو من قوارض البعث نعم. أو طائفي أو ينظر أو في قلبه مرض. طيب وصلت فكرتك، خليني نروح لعندك دكتور شاهر حتى لا أطيل. الملالي أكملها. لا عفوا لم أسمعك دكتور شاهر. اسمح لي أكمل كلامي. فضل. يا أخي الكريم. تفضل. عندما نتكلم عن ما يحدث في العراق فنحن نتكلم عن حالة سياسية أمريكية تديرها ولا تريدها أن تنتهي. ما يحدث في اليمن كمثل بسيط على ما تفعله إيران. كان من الممكن لأمريكا لو أرادت أن تنهي هذا الوضع المزري وتهريب الأسلحة ووجود المدربين من حزب الله ومن إيران في اليمن، حتى يعني كان من الممكن أن ينتهي خلال أيام بسيطة. ولكن ما الذي يحدث؟ أمريكا سعيدة بما يحدث، هنالك من يشتري الأسلحة، هنالك من ينتظر الحلول منها، هنالك من يعني يعطيها المصالح الموجودة ليس فقط في الخليج العربي ولكن في عموم الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية لها سياسة مصالح، والمصالح يعني تحلل لها أن تفعل ما تريد. ما تفعله الآن في العراق بترك إيران تحتل العراق ومحاولتها الانسحاب الجزئي، هي تريد أن تديم الخلاف وتديم الضربات الجوية وتريد تديم أيضا الطائرات المسيرة في العراق. من المتضرر هنا؟ أليس الشعب العراقي البسيط المسكين الذي يعاني من العطش، الذي يعاني من الجوع، الذي يعاني من الكهرباء كيف تنقطع، الذي يعاني من كل أمور الحياة، وتجد أن أمريكا ترفض أن تخرج نهائيا أو تنهي القضية الإيرانية الموجودة في العراق. أنا أعتقد أن ذلك يعني يصب في يعني خانة عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء أي قضية تدخل فيها طالما أن لديها مصالح فلا تريد الخروج من المنطقة. وهذا ما يحدث بكل صراحة اليوم. أمريكا لن تخرج من أمريكا من العراق، وإيران سيزداد طغيانها في البلد حتى لا يستطيع أحد أن يتنفس في العراق، وهذا هو المطلوب. وسنجد أنهم بعد 10 أو 15 سنة يهددون أيضا بالانسحاب من العراق، ونجد منظرا مأساويا كما رأينا. طيب هل هو بشكل عفوي أم متفق عليه من تحت الطاولة دكتور شاهر؟ دكتور شاهر سؤال لك، يعني هناك أيضا من ضمن الروايات بأن كل ما يحدث هو بتوافق أمريكي إيراني في المنطقة، هل أنت مع هذا الطرح أم هناك بالفعل مقاومة إيرانية للوجود الأمريكي؟ نعم، المقاومة الأمريكية للوجود الإيراني كانت موجودة. لا معليش، لأنها هكذا كانت موجودة أيام الرئيس ترامب، ولكنها الآن تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه أيام الرئيس أوباما.
هنالك مخطط بدأ من أيام أوباما بجعل إيران هي شرطي الشرق الأوسط، وللأسف الشديد أن ذلك يتناسى جميع حقوق الدول العربية والخليجية ويضع الأولوية لإرضاء إيران. وهذا أنا أتوقع كما قال الدكتور غازي بن عمان أن هنالك اتفاقات أمريكية إيرانية تتم في الخفاء ولن نسمع عنها إلا في وقت فضيحة مثل ويكيليكس أو وقتا آخر نعرف قضايا لم تكن إلا لتضر جميع البلدان لا أستثني بلدا عن بلد. دكتور غازي، يعني هل بالفعل سنشهد يعني حرب من نوع آخر تقوم بها الفصائل الموجودة في الداخل العراقي ضد الوجود كل القوات، لا أتحدث فقط عن الأمريكية، يعني هناك أيضا كان تهديد بشكل مباشر لحتى التواجد التركي في الداخل العراقي؟ نعم، أنا يعني كما أشرت أن الحرب بين المقاومة الإسلامية وبين الوجود العسكري الأمريكي في العراق مستمرة، يعني وهي بدأت بعد الاحتلال الأمريكي في 2003، نتذكر سرايا السلام، الصدريين وغيرها من التنظيمات والتشكيلات أصلا قبل ظهور داعش وقبل فتوى السيد السيستاني. وتتحدث هذه المقاومة عن آلاف من الأمريكان اللي كانوا ضحايا أو قتلى لهذه المقاومة، واستمرت هذه المقاومة لتتسع بعد فتوى السيد السيستاني في 2014 واحتلال داعش لثلث العراق. المقاومة الإسلامية هي التي تعلن بأنها تنضوي تحت المقاومة الإسلامية العالمية اللي يقودها السيد خاتمي. قيادات المقاومة الإسلامية تتحدث صراحة وبتصريحات موثقة في الفضائيات وفي الصحافة. أتذكر أحدهم ولا داعي لذكر اسمه، معروف الرجل، قال أنا أتشرف أن أتلقى أوامري من الحجي قاسم سليماني. هو يتشرف لأن هو جزء من هذه المنظومة ولا يعتبر. تحدث عن حزب الله اللبناني دكتور غازي؟ لا مو حزب الله اللبناني، أتحدث عن العراق. طيب. وأيضا قيادات أخرى تتحدث عن يعني أنها تتشرف أن تتلقى توجيهات من مكتب السيد الإمام خامنئي. هذه مسألة طبيعية. أيضا مسألة التقليد، هذا حق مشروع لكل شيعي أو لكل مسلم أن يقلد ما يشاء من الأئمة ويأخذ بفتاواهم وغيرها. فالتقليد شيء والانضمام إلى حركة مسلحة جهاد إلى آخره من التفاصيل وتقود هذه الحركات المسلحة إيران، هذا موضوع آخر. يمكن أنا أقلد السيستاني، آخر يقلد خامنئي، لكن هذا لا يعني الذهاب للانخراط بأنشطة عسكرية أممية أو إقليمية، لأن هذا ممكن يتنافى مع الدستور أو يتنافى مع وطني. يعني بشكل أو بآخر كعراقي. هل هذا الأمر لا يخدم العراقيين تقصد دكتور غازي؟ أنا أعتقد الانخراط في حروب دينية مذهبية عقائدية خارج إطار الدفاع عن الأمن الوطني العراقي هو خروج على الدستور. الدستور العراقي واضح، لا يجوز الانخراط في أي حروب إقليمية. الوطني العراقي، الشاب العراقي اللي ضحى ببطولة في الحرب ضد داعش وقدم تضحيات كبرى، أنا هذا الإنسان أقدسه. أما من يريد الحرب، الذهاب للحرب في اليمن أو الذهاب للحرب في البحرين أو الذهاب للحرب في لبنان أو سوريا، فهذا موضوع آخر. أنا ما يهمني أن الشاب العراقي، الجيش العراقي، المسلح العراقي، المقاومة العراقية الدافع عن الأمن الوطني العراقي ضد الإرهاب. هذه الحرب اليوم اللي تعلنها المقاومة اللي هي ضمن إطار استراتيجية إيرانية جلوبال شاملة إقليمية وكونية، هذه ليس لها علاقة بالدستور ولا بالوطنية العراقية، هذه لها علاقة بعقيدة الذهاب إلى دولة العدل الإلهي الموجودة في صفحة 5 من الدستور الإيراني، ولشكل أهداف العقيدة العسكرية للحرس و للجيش الإيراني خارج الحدود من أجل العمل على بناء
دولة العدل الإلهي وإحقاق دولة الحق الإلهي وهبوط السيد الإمام المهدي. هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بالوطنية العراقية. يعني أصلا السيد الإمام خميني هو لا يؤمن بالدولة الوطنية، هو يعتبر الدولة الوطنية أو الدولة الوضعية هي دولة غير شرعية، بمعنى يكفر هذه الدول وبالتالي يجيز تقويضها وتفكيكها، وهذا ما يحصل. نرجع إلى كتاب السيد خميني اللي هو الحكومة الإسلامية، وأنا عندي بحث موثق في سوسيولوجية السياسة الخارجية الإيرانية ونظرية ولاية الفقيه من وثائق إيرانية وكتب السيد خميني ومؤلفين إيرانيين وأجانب. يعني علينا أن نتحدث بموضوعية وبعلمية. هناك نظرية يعني لا أحد ابتدعها من عندنا، هي نظرية موجودة وإلها استراتيجية واليوم إلها مؤسسات، هناك دولة لهذه النظرية وأيضا ترتبط بهذه النظرية، حزب الله في لبنان، أنصار الله في اليمن الحوثيين، في سوريا هناك تنظيمات، في العراق هناك تنظيمات. يعني السيد خامنئي يتحدث بوضوح أنه إحنا سنستمر في دعم حلفائنا في المنطقة. إذن هناك دعم إيراني عسكري مالي تسليحي تدريب إلى آخره. يعني إحنا نشوف السيد قاعاني يعني في كل كم يوم ويزور العراق ويلتقي ويجتمع بالقيادات وإلى آخره من التفاصيل، السفير الإيراني. إذن هناك علاقات وثيقة. هذه المقاومة الإسلامية هي حرة في خياراتها، لكن أنا من وجهة نظري كباحث كأكاديمي أنا أميل أن كل ما هو عراقي، كل مقاومة وطنية عراقية عليها أن تحمي وتدافع عن الأمن الوطني العراقي، وكل ما هو خارج هذه الفكرة حقيقة العراقي هو ليس من اختصاصنا. نعم أستاذ كاظم، يعني استمعت إلى طرح ضيفي، هل من ضمن الأجندات الثقيلة هنا إن صح الوصف مسألة حلحلة العلاقات بين أمريكا وإيران في الساحة العراقية على أقل تقدير أم ماذا؟ يعني فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية هدفها معلن، هو يعني واحدة من أهدافها الاستراتيجية أن يكون العراق منطقة نفوذ، ومنطقة النفوذ بالقرب من يعني من إيران. والآن هناك تحركات عسكرية وكذلك إرهابية للوصول إلى الحدود الشرقية بالنسبة للعراق، وتحديدا في محافظة الجالة وصولا إلى محافظة واسط. وهذا الأمر ينطبق على إيران أيضا أستاذ كاظمي، يعني أستاذ كاظم يعني بس لفيدك خلينا نكون موضوعيين أيضا. إيران تعتبر العراق يعني عمق استراتيجي لها أو حديقة خلفية إن صح الوصف هنا، وهي تسعى دائما إلى بسط نفوذها، وهذا الأمر واضح وجلي لكل شخص يراقب المشهد العراقي عن كثب كما يقال أو عن قرب. أتمنى هذا الوضوح يعني الموضوعية التي تتحدث بها أستاذ وعد أن تنطيني مصداق واحد عن ما تحدثت به، مصداق واحد فقط. يعني هل يوجد قوات نعم أنت تقول أن تحدث بموضوعية نعم. هل يوجد قوات إيرانية على الأرض العراقية؟ هل توجد طائرات إيرانية في سماء العراق؟ هل إيران اعتدت على العراق؟ هل إيران تجاوزت على المؤسسة الأمنية العسكرية؟ أستاذ كاظم أنت طلبت مني أنا تحدثت عن النفوذ، لم أتحدث عن الوجود العسكري. يعني مسألة النفوذ واضحة. أين النفوذ؟ يعني الآن منذ الدقائق الأولى للحلقة أنا أتحدث عن كل الفصائل العراقية، وهناك من أكد بأن هناك ولاء لبعض منها للجانب الإيراني، والدعم يأتي تحت مسمى المقاومة. أستاذ كاظم تفضل. كل الدول تبحث عن نفوذ لها في أي دولة. تفضل أستاذ كاظم. نعم أنت إنسان يعني أنا أعرفك شخصيا، وأنت إنسان موضوعي ومثقف وإعلامي، يعني ما يحتاجاني أو غيري مثلا يؤشر عليك ويقول لكن سيد الفاضل، مسألة أن يكون هناك نفوذ لإيران في الداخل العراقي هذا يعني تسويق إعلامي أمريكي وعبيد أمريكا من الدول الخليجية وأيضا من مؤسسات إعلامية هم من يروجون هذا الواقع. أعطيك تجربة ونموذج حي كل العالم يشهد به. في عام 2014 تعرض العراق إلى مؤامرة كبيرة جدا، وهي مؤامرة داعش، وسلمت محافظات وفق هذه المخطط إلى المجاميع الإرهابية الداعشية. كل العالم تخلى عن العراق بما فيها الدول العربية باستثناء إيران، وهذا الأمر ليس أنا أتحدث به، وإنما جميع المسؤولين العراقيين على مستوى رئيس جمهورية وعلى مستوى رئيس وزراء وعلى مستوى رئيس برلمان وعلى مستوى رئيس لجنة أمن ودفاع في البرلمان السابق
لذلك سيد الفاضل الواقع أن من يتواجد في العراق هم العراقيون. نعم أيام المواجهة مع المجاميع الإرهابية كان هناك مستشارون إيرانيون لكن لم تتواجد قوات إيرانية. لو تواجدت قوات إيرانية لما فوتت مثل هكذا فرصة أمريكا أو الدول التي تدور في فلك أمريكا. لا استهدفت هذه القوات ولا ثبتت بالدليل القاطع على أنهم إيرانيون، بل أن ما يقال على أن هناك فصائل عراقية تدين بالولاء لإيران هذا الوصف غير موضوعي وغير حقيقي. هذه فصائل عراقية لكنها تقلد مراجع في إيران، وهذا ليس معناه، أؤكد هذا ليس معناه أنه هي تدين بالولاء لإيران. هذه فصائل عراقية، وأنا قبل قليل أعطيتك أيضا دليل، وأدعوك وأدعو جميع يعني المشاهدين وكذلك الضيوف للرجوع إلى بيان فصائل المقاومة الإسلامية أيام المفاوضات، وأن هناك شبه اتفاق ما بين أمريكا وما بين إيران. صرحت فصائل المقاومة بالكلام العربي الفصيح أنها غير ملزمة بأي اتفاق مع ما بين أمريكا وإيران فيما يخص الاتفاق النووي، وهذا الاتفاق لن يعطي الشرعية لتواجد قوات أجنبية وخصوصا أمريكية على الأراضي العراقية وستستمر في مواجهتها. أكثر من هذا وطنية يعني مزاجي، أنا أحب وأحكي أكره وأحكي. هذا من جانب. من جانب آخر يعني تفضل دكتور فيصل حقيقة في حديثة في أمور مهمة جدا، لكن من شن الحروب الدينية يا دكتور غازي؟ من شن الحروب الدينية؟ العراقيون؟ الإيرانيون؟ من شن الحروب الدينية؟ نحن كنا في حالة دفاع عن أنفسنا عن مقدساتنا. من ذهب إلى السيدة زينب سلام الله عليها وكتب سترحلين؟ من هدد من الموصل ووصف النجف الأشرف بأنه النجف الأشرك، ووصف كربلاء المقدسة بأنها كربلاء المنجف؟ نحن في حالة دفاع يا دكتور غازي. أنت تحدثت بأمور منطقية لكن لابد أن تكون الصورة أكثر وضوحا وأكثر موضوعية. من شن هذه الحروب الدينية؟ أيضا مسألة الحرب في اليمن وفي غيرها من الأمور الأخرى، عندما تتهدد عقيدتي ومقدساتي أنا لا أعترف بحدود. ما قيمة الحدود التي صنعها المستعمر البريطاني ومقدساتي وعقيدتي تتهدد؟ يعني أين كيف تطلب مني أن ألتزم بخط وحمي وهناك مرصد لي مقدس بالنسبة لي موقع عقيدتي يهدد من قبل المجاميع الإرهابية والدول الإرهابية؟ يا أستاذ يا دكتور غازي يا عزيز. أستاذ كاظم، يعني أكيد حضرتك تلمس الموضوعية بدليل أنك أنت عم تحكي نقاط قد يكون الكثير من الناس لا يعلمها، وأنا أعطيك كل الحرية. دكتور شاهر، ونفس الأمر ينطبق على باقي الضيوف أيضا في كل حلقات الطاولة المستديرة. دكتور شاهر، مسألة كل ما تطرقنا إليها في حلقة الليلة أو إليه في حلقة الليلة لابد أن نتحدث عن المعضلة الأكبر لكل هذا التأزم السياسي والعسكري والأمني في الداخل العراقي، ما هو؟ نعم، ضيوفك تكلموا عن وجود هل وجود قوات إيرانية موجودة في أرض العراق أم لا؟ يعني كلنا نعرف أين قتل قاسمي، وأيضا نعرف أن هنالك عدد كبير من القيادات الإيرانية موجودة مع الأحزاب أو مع الميليشيات المسلحة في العراق. لنذهب بعيدا عن العراق لنتكلم عما يحدث في لبنان. يعني حسن نصر الله يا سيدي الكريم يدين بالكامل لإيران ويشهد بنفسه بأن أمواله وأسلحته وفكره والفتاوي وكل ما يحدث في حياته هو يأتيه من إيران، هو جزء موجود على الأرض اللبنانية بأشخاص لبنانيين، ولكنه ينافي لبنان بكل الصور ويتصل بكل الصور بما يحدث في إيران، ويشعر أن إيران لها الفضل ولها يعني يقدمها على كل الناس. نفس الشيء موجود في العراق بالنسبة لل يعني الجماعات المسلحة، كلهم يأخذون أموالهم ويأخذون تدريبهم ويأخذون أسلحتهم، وكل ما يمتلكون يأتي من إيران. لذلك
فهم ينتظرون الفتوى وينفذون على طول. لذلك أنا أقول أننا بلينا بهذه الميليشيات الموجودة في كل العالم العربي، لا تنسى ليس فقط اليمن، لدينا أيضا أشخاص منهم موجودون حتى في غزة. فأنا أتكلم عن إيران، طموحاتها ماذا تفعل؟ انظر إلى سوريا أيضا، ماذا فعلوا بسوريا؟ كيف أحرقوها بالكامل؟ كيف احتلوها؟ كيف طردوا من هم فيها واحتلوا الأرض ليكونوا في يعني في الواجهة بالنسبة لسوريا؟ نحن نعاني من إيران، لذلك أمريكا مخطئة في أن تخرج من العراق خصوصا في هذا الوقت، وخصوصا أنها لم تقم بتدريب أحد ولم تأمن الأمن الوطني العراقي، والذي حقيقة هو جزء منا نحن السعوديين، فهي تعتبر حدودنا الشمالية، ولكننا نشعر حقيقة بأنهم بعيدون عنا وأقرب إلى إيران، وبين يوم وليلة يستطيعون أن ينقلبون أعداء بالكامل. لذلك نحن نريد معالجة الموضوع، نريد العراق أن يتخلص من السيطرة والهيمنة والسلاح الإيراني، ثم بعد ذلك يمكن الكلام عن مشاركة وعلاقات وعلاقات سياسية، ويعني عودة إلى ما كانت عليه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والخليج وما بين العراق. نحن الآن حقيقة نخشى كل ما يأتي من العراق، وخصوصا الميليشيات التي تقول أنها عراقية ولكن أهدافها كلها إيرانية. أنا ظل معي أقل من دقيقتين دكتور شاهر، يعني عذرا لضيق الوقت كما يقال. دكتور غازي كلمة أخيرة لك، تفضل المنبر لك. شكرا جزيلا. هناك مسألة أعتقدها جدا مهمة، مسألة الدولة الوضعية أو مسألة الدولة الوطنية. أنا أميل تماما إلى أطروحة مرجعية النجف الأشرف وسيد السيستاني باعتبار لا يؤمن بولاية الفقيه، باعتبارها ولاية مطلقة عامة على جميع المسلمين كما ترى قم، بل يرى أن ولاية الفقيه هي ولاية خاصة واجتماعية. هذه مسألة جدا مهمة. أيضا السيد السيستاني ومرجعية النجف تؤمن بالدولة الوطنية، الدولة المدنية والتعددية السياسية، وأن القائد ينتخب من الأمة جميعها وليس من قبل مجموعة كما يحصل في إيران. لذا أنا أميل إلى طروحات مرجعية النجف لأنها تعبر عن التفكير المعتدل. مسألة الحدود، لا يمكن اليوم، أنا ضد الحدود نعم، لكن لا يمكن اليوم طبقا لي يعني ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وغيرها من التفاصيل أن نتحدث أن الحدود غير موجودة، وأن ستي زينب هناك ملايين من الشباب السوري يحمي هذا المرقد المهم والمراقد المقدسة الأخرى، وهي من مئات السنين آمنة. إذا أجى تهديد دكتور غازي، هو حقيقة نعم الوقت يعني ضيق جدا وملكك الوقت باقي 30 ثانية، ولكن الأستاذ كاظم يريد تعقيب أخير، وفي برنامج بعد برنامج، والمايسترو عم يقول لي بدينتي لازم تنهي بالوقت المخصص، ما بدي حدا من الضيوف الليلة يطلع وهو زعلان. لا لا لا، دكتور شاهر عم تسمعني الحكي لك كمان دكتور شاهر. أستاذ كاظم بعشر ثواني فقط حتى أكون عادل في هذه الجزئية، وأعطي عشر ثواني لكل ضيف بعشر ثواني لو سمح. عشر ثواني من دمر اليمن ومن دمر لبنان ومن دمر السعودية ومن دمر العراق هي السعودية، ومن كفر الشيعة هي السعودية. طيب ما بدنا هلا بنهاية الحلقة نفتح هذا الموضوع. دكتور شاهر تفضل بعشر ثواني لو سمحت تعقيب أخير منك. أمريكا لن تخرج من العراق لأن لها حاجة في تواجدها في هذا المكان ومصالح، لذلك ستستمر موجودة بشكل أو بآخر. طيب. دكتور غازي تفضل. أنا أعتقد اليوم التحدي الأساسي بناء الوطن اللي هو العراق وبناء الوحدة الوطنية والحوار الوطني، مواجهة الفقر، مواجهة التخلف، مواجهة الجوع، مواجهة البطالة، مواجهة وإيجاد حلول لأربع ملايين إنسان في المدن العشوائية، الست ملايين يتيم، المليونين أرملة، الثمان ملايين أمي، الأمراض، الأوبئة، 39 وباء. أنا أعتقد هناك تحديات وطنية كبرى
يجب أن نتصدى لها من أجل إعادة بناء العراق. هناك 50,000 مصنع معطل من 2003 لليوم. هناك الزراعة اليوم نستورد أكثر من 92% من غذائنا من الخارج. هناك كوارث في الحقيقة. يعني يجب دكتور غازي يعني اسمح لي أن أنهي عن السلاح والذهاب إلى البناء والتنمية والسلام والأمن الوطني. نعم، ضيفي من عمان دكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم، وشكرا لك ضيفي من الرياض دكتور شاهر النهاري كاتب ومحلل سياسي على كل إضاءات، وشكرا لك ضيفي من بغداد أستاذ كاظم الحاج أكاديمي وباحث سياسي على كل كلام القيم، وشكرا أعظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير.